ما هو حكم طلاء الأظافر؟ يطلق على طلاء الأظافر في الاصطلاحات المعاصرة عند المختصين بصناعة زينة النساء مصطلح المناكير، وهي كلمة ليست عربية، وهو نوع مستحدث من زينة النساء، وتطلق للدلالة على تلك المادة السائلة اللزجة، وهي ذات ألوان متعددة تقوم المرأة أو الفتاة بصبغ أظفارها بها، ثم تجف على الأظافر تاركة طبقة عازلة للظفر. شرعا لم يرد عند الفقهاء القدامى حكما لهذا النوع من الزينة لانعدام وجوده في زمانهم، ولكنه يأخذ حكما من الأصول التشريعية التي تحرم كل ضار، فإذا كان هذا الطلاء فيه ضرر صحي فإنه يمنع لضرره، أما إن لم يكن الأمر كذلك فإن طلاءها مباح ولا بأس به، وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على النهي. من الزينة المستحبة للنساء أن تلتزم بسنن الفطرة، ولعل الاهتمام بالنظافة يندرج تحت ثقافة الجمال والتزين، ولذا يستحب للمرأة أن تقلم أظافرها بحيث تقص ما زاد عن اللحم إلى حد لا يلحق ضررا بالأصابع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. ولعل الحكمة من حث الإسلام على قص الزائد من الأظافر هو المحافظة على نظافة اليدين، ولأن في إطالتهما مظنة اجتماع الأوساخ تحتهما، وللابتعاد عن مشابهة الحيوانات ذوات المخالب.